قال الله هل أنبئكم؟ وإذا جاء النبأ من الله فلا يمكن أن يرتاب فيه، لأن الله هو الحق ولا يقول جل وعلا إلا الحق. فقال تبارك اسمه وجل ثناؤه هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ وأصلها تتنزل، مثل قول الله جل وعلا في خبر ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها، أي تتنزل الملائكة والروح فيها. فقال ربنا هنا تنزل الملائكة، قال ربنا هنا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. إذن الصلة تعظم وتكبر بين الشياطين وبين من اعتاد الإفك والكذب والفجور. وأنتم أيها القرشيون تعلمون قبل البعثة حال رسولكم صلى الله عليه وسلم، لقد لبثت فيكم عمرا من قبله، تعرفون حاله وأنه أبعد ما يكون عن الكذب وأبعد ما يكون عن الفجور والإثم. فلا يمكن أن يكون هناك تواصل بينه وبين الشياطين، لأن الشياطين من كان هذا حاله لا تتنزل عليه ولا تأتيه، لا يقبله ولا لا يقبلها ولا تقبله، لا يرضاها ولا ترضاه. فلهذا قال الله جل وعلا تنزل على كل أفاك أثيم. وأنتم تعلمون أن هذا لم يكن يوما من الدهر من شأن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع، وهذا حال الكهان، وأكثرهم كاذبون، وفي الخبر كذب المنجمون ولو صدقوا، وأكثرهم كاذبون، والكذب عياذا بالله من أعظم الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولما قيل له صلى الله عليه وسلم أيكذب المؤمن؟ قال لا،